حنا هنا الان كنحتفلوا بالنسخه 11 من انوي دايز. انوي دايز هو واحد الحدث هام وبارز في مجال مواكبه المقاولات الناشئه والابتكار. يعني انوي دايز كل عام كيجيب واحد الموضوع اللي هو جديد ديال الساعه واللي كيحمل واحد العدد من التحديات للمقاولين الشباب والمبتكرين، ولكن ملي كنقولوا تحديات كنقولوا ايضا فرص، يعني فرص المقاوله. فاذا هذا العام اخترنا الريتيل تيك، يعني معناتها التحويل الرقمي في ميدان التسويق بالتقسيط والتوزيع كموضوع، وغادي نطرقوا لواحد العدد ديال المواضيع اللي كي انكس لهذا لو سوجي هذا، وعبر حلقات النقاش غادي نطرقوا مثلا الذكاء الاصطناعي وكيفاش يعني كيفاش كيحول حتى هو هذا الميدان. غادي نطرقوا للرقمنه ديال المتجر، كيفاش كتوقع الرقمنه ديال المتاجر. غادي نطرقوا لحلول الاداء، فالان اذا كنعرفوا بان هذه التجاره كتطور وحتى الحلول ديال الاداء كتطور معها. وانوي دايز هو يعني ايضا واحد المناسبه باش كنكافئوا المقاولات المبتكره في هذا في الميدان اللي في هذا ميدان التسويق، كنكافئوها عبر واحد الجوائز. فاذا توصلنا باكثر من 240 ديبو دو كانديداتور، يعني ملف مشاركه لهذه الجوائز، واختارنا يعني عبر واحد اللجنه ديال التحكيم 10 ديال المقاولات اللي عادي يعرضوا المشاريع ديالهم، ولا اللي عرضوا هذا الصباح هذا المشاريع ديالهم على واحد لو جوري. وغنختاروا 4 منهم اللي عادي يستافدوا من المواكبه ديال انوي، من واحد الدعم مالي، ولكن ايضا من برنامج المواكبه ديالنا انوي انوف، باش نساعدوهم انهم ينميوا المشاريع ديالهم ويمشيوا بها بعيد ان شاء الله.